أهلا بكم بالدرس جديد من موضوعات جافا سكريبت. عامة موضوع الدرس هو الفرق بين let و const لتعريف قيم المتغيرات. فإذا أردت تعريف متغير بجافا سكريبت فبكل بساطة يمكن أن أكتب let وثم name مثلا ويساوي نورس هكذا. ممتاز، فإذا الآن لدي name يساوي نورس. إذا أردت تغيير هذا الاسم وجعله يساوي علي أو تغيير هذا المتغير لجعله يساوي علي فبكل بساطة أكتب name بدون let، لاحظوا، وأكتب هنا علي. الآن name تساوي علي. لو أردت مثلا تعريف قيمة جديدة اسمها العمر مثلا age، لكن ليس باستخدام let، أريد تعريفها باستخدام const. const يعني ثابت، وأنا الآن أعرف ثابت، فسأكتب age يساوي 8. ممتاز، فإذا age ماذا تساوي؟ 8. طيب إذا أردت تغيير age وحتى أدعها تساوي 10، فإذا الآن سيقول لي هنالك خطأ، والخطأ هو type error، وأن لا يمكن تعيين القيمة لconstant variable. فإذا هذا الage أنا عرفته على أساس أنه constant فلا يمكن تغييره. فهذا هو الفرق فعليا بين let و const. فإذا مرة أخرى إذا أردت أن أنشأ متغير اسمه x يساوي false وأردت تغيير لاحقا x تساوي true، هذا الشيء يمكن ذلك باستخدام let. لكن إذا وضعت مثلا const y تساوي مثلا 70 وثم أردت تغيير y ل80 لا يمكن ذلك، لأن هذه constant فهذه قيمتها ستكون ثابتة طوال كتابتي للكود، وعندما أحاول تغييرها سيعطيني خطأ type error assignment to constant variable، لا يمكن ذلك. فأتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد ونلتقي في فيديو آخر.